اهلا بكم حلقه جديده من هاني مريان في بلاد الامريكان وتاني حلقات بادجت. اللي ما تابعش كانت اولى حلقات بادجت عملتها امبارح. وبادجت ده عباره عن برنامج او فكره او راي ان احنا بنعرض هنا في هاني مريان في بلاد الامريكان ازاي نعرف نوفر في حياتنا هنا او معيشتنا هنا في امريكا. بادجت هتهتم بالتسوق وبالفواتير يعني، وكمان بحاجات تانية زي مثلا المعاشات، ازاي نوفر، ازاي نسيف، حاجات زي كده يعني. فده بادجت. احنا اتكلمنا امبارح في اول حلقاتنا عن حاجه من حاجات او ازاي تعرف تشتري صودا مثلا وتوفر في الصودا، ده مثل يعني. وهنجيب حاجات تانية بعد كده، ازاي مثلا نشتري الحاجه دي، الكميه مقارنه بمثلا يعني باليونت، بالحاجات اللي زي كده ان شاء الله في الحلقات التانية اللي جايه. النهارده هنتكلم عن اولى حلقات الفواتير. طبعا الفواتير بتبقى نسبة وتناسب، او معنى تاني بتختلف من واحد لتاني. في فواتير كمان بتختلف من ولاية للتانية، زي مثلا الكهرباء والمية والغاز. دول مثلا في بعض الناس بتبقى انكلود مع الرنت مثلا، في بعض الاماكن التانية لا مش انكلود، في او مش معاها يعني، في تتبع لوحدها او تدفع لوحدها. في حاجات تانية مثلا زي الانترنت، في السيلفون او التليفون المحمول، شركات المحمول مثلا، عندك قسط العربية، عندك قسط البيت، عندك التأمين، عندك الحاجات دي كلها. طيب احنا ان شاء الله بإذن ربنا يعني هنتكلم عن كل فاتورة من الفواتير دي في حلقة واحدة. النهاردة هنتكلم عن اول الفواتير دي وهي الانترنت. الانترنت في البيت. فتعال نشوف ازاي ممكن نوفر في الانترنت بتاع البيت. شركات الانترنت على ما اعتقد، ويمكن اكون غلطان، بتختلف من ولاية للتانية. حتى بعض المقاطعات هنا بتختلف برضو الشركات من شركة للتانية، او من منطقة للتانية، او من مقاطعة للتانية. حتى في بعض المقاطعات بتبقى نفس المقاطعة بتختلف من منطقة للتانية، وممكن بتبقى مثلا ما فيش فرايتي عندك، او ما تدلكش الاوبشن انك انت تختار الشركة، وتبقى شركة واحدة هي المهيمنة على المنطقة. انا عندي هنا مثلا في الحتة في المنطقة بتاعتي عندي الاوبشن ان انا اختار ما بين شركتين، يا اما فرايزن يا اما كومكاست. فدلوقتي انا اخترت، انا رحت مع فرايزن. طيب انا هدي لك مثلا فكرة او حاجات متعلقة بالانترنت، هقول لك ايه الحاجات اللي ممكن تشيلها وايه الحاجات اللي ممكن تخليها، علشان من وجهة نظري انا ان دي ممكن توفر لك فلوس. طيب اول حاجة نيجي نتعرف بس على مثلا فرايزن. مثلا عندي انا هنا في البيت فرايزن، بعيد عن انها شركة سيلفون كمان، لا هي شركة تليفونات في الاساس خالص، ودلوقتي هي طبعا واحدة من الناس او من الشركات الكبيرة اللي هي بتعمل او بتقدم خدمة الانترنت او الهاي سبيد انترنت. فبسايد ديس او بجانب الموضوع الهاي سبيد انترنت، عندك مثلا بتعرض التليفون المنزلي او الارضي، عندك كيبل اللي هي كيبل كومباني، فبيدي لك كيبل اللي هو مثلا تليفونات او التلفزيون القنوات الامريكيه، وعلى حسب انت بتختار. طبعا في فرايتي من القنوات، انت عايز القنوات اللوكال، عايز القنوات اللي مش عارف القنوات الثانيه اللي زي سي ان ان، زي الفوكس نيوز، زي الحاجات اللي هي مثلا ممكن انكلودد يعني، زائد الهاي سبيد انترنت. طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن كل حاجه من الثلاثه دول انديفيدجوال. عندك التليفون دلوقتي التليفون الارضي، على ما اعتقد وممكن اكون انا غلطان، 80% 90% من الشعب الامريكي ما عندهوش تليفونات ارضيه، كله خلاص بقي سيلفون او بقي التليفونات المحموله. التليفونات الارضيه مشكلتها او احد مشاكلها يعني ان هي بيجي لك كميه كوميرشال كول عليها او سكام كول، او اللي هي كمية تليفونات ملهاش لازمة، فبتبقى عبارة عن هيدك ملهوش لازمة خالص.
فاول حاجه تعملها لما يجي يعرض عليك شركه الشركات الكيبل يعني انك انت مش عايز تليفون. انا مش عايز تليفون حاجه ترجع لك، بس انا بقول دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تلغيها. يعني مش محتاج، انت مش محتاج تليفون ارضي في حاجه. التليفون بيغني. انت حتى بعض الابلكيشنات او بعد ما تروح مثلا دكتور يقول لك تليفونات التليفون الهوم فون نمبر تقول له نوت ابليكابل مثلا، يعني اغلب الناس بتبقى نوت ابليكابل لانهم خلاص ما عندهمش هوم فون نمبر، عندهم سيل فونز. فده انت اول حاجه ممكن تستغنى عنها وتوفر. طب تاني حاجه نيجي لموضوع الكيبل. موضوع الكيبل برضو انا هنصحك حاجه او هقول لك على حاجه وانت تاخدها وما تاخدهاش، دي حاجه ترجع لك. يعني في بعض منا دي تجارب في الموضوع اللي انا هقوله، وفي تجارب سلبيه يعني، وفي بعض منا في معاها تجربه ايجابيه. يعني انا بالنسبه لي انا مش عايز الكيبل، انا مش محتاج الكيبل في حاجه. ليه؟ طب وانت بتحضر التلفزيون ازاي؟ انا بامانه بستخدم حاجه او خدمه اسمها اي بي تي في. طب الخدمه دي موجودة ومتاحة عربي، وفي العربي كمان في بتبقى في قنوات انجليزي معاها. الخدمة دي في بعض الناس لان هي شركات كتيرة وهي نصيا كده ما بتبقاش خدمة، هي بتبقى خدمة عبارة التلفزيون عبارة عن طريق الانترنت، وناس كتيرة بتقول انها خدمة مسروقة يعني مش خدمة مباشرة من هنا. فهي لكن هي شغالة، ما يعني شغالة، ما عنديش انا بالنسبة لي اللي هي 4 سنين شغال فيها معاها يعني، فما عنديش مشكلة خالص مع اي شركة من الشركات اللي انا كنت مشترك معاها. في بعض الناس في مره انا كنت عملت حلقه عن الموضوع ده، وفي بعض الناس قالت لي ان الشركه اللي انت قلت عليها كان مثلا كان عندهم مشاكل معاها وما عرفوش يتواصلوا معاها. خلي بالكم ان الشركات دي بتغير اسمها كذا مره، بس انت لما بتيجي تدفع هي بتبقى مره واحده دفع مره واحده في السنه او في السنتين، بتبقى على حسب ما هم بيدوا لك $60 $70 $80 في السنه او اقل او اكتر. ممكن يديلك اوفر لسنتين هتدفع مثلا يعني ما شابه ذلك يعني، بس بتبقى وان تايم في وخلاص على كده. بعد كده بريو وان تايم في لمده سنه او لمده سنتين، بس مش مانثلي يعني. فدي فكرتي انا ما عنديش مشكله، انا بحضر كل العربي، كل التلفزيون المصري، التلفزيون حتى القنوات الرياضيه كلها، الحاجات دي كلها. او دلوقتي ما فيش حد بيستخدم، اغلبنا ما بيستخدمش التلفزيون، استغنى عن التلفزيون خالص يعني. يعني ما كل دلوقتي كل حاجه على الانترنت، ستريمينج على الانترنت، في حاجات على الانترنت، في قنوات على الانترنت، اليوتيوب نفسه يعني مش محتاج انك انت تحتاج انك انت تكون معاك عندك تلفزيون في البيت. اول حاجه ترجع لك انت طبعا انك انت لو انت مثلا عايش ليك مده هنا وليك او خلاص دريت على انك انت تقرا الاخبار او تسمع الاخبار، انا اسف بالامريكيه او كده، فدي بتبقى ادمان بعض الاحيان. فعشان كده ساعات انت ايه بيكون عندك الابيليتي او عندك الرغبه انك انت تكون عندك التلفزيون في البيت. فدي حاجه من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تستغنى عنها وممكن يعني بيسموها ايه سبستيوت يعني، او تجيب حاجه مكانها. الفكره اللي انا قلت لك عليها. نيجي للانترنت نفسه. طبعا الخدمه اللي قلت لكم عليها بتاعت التلفزيون دي هتحتاج هاي سبيد انترنت. طب بعض الشركات الهاي سبيد انترنت بتعمل لك مثلا لاك لسعر معين في الشهر. السعر ده بيوفر يو انت. انا بالنسبه لي انا قلت لهم عايز الماكسيمم هايست سبيد انترنت عندكم، فانا بعمل ديل معاهم ان انا ما امشيش من الشركه دي لمده سنتين مثلا، وبحيث ان هم يعملوا لوك للفلوس دي ما تزيدش يعني، الفلوس المونثلي اللي بدفعه ما تزيدش. انا بدفع تقريبا $85 للانترنت وهاي سبيد انترنت، شغال عليها التلفزيون، شغال عليها الكمبيوترات، السيلفونز بتاعتنا في البيت، كل حاجه شغاله على الهاي سبيد انترنت. فده انت اللي محتاجه، كل الموضوع ده كله انك انت مش هتحتاج كيبل، مش هتحتاج تليفون ارضي، هتحتاج بس الانترنت. الانترنت اب تو يو، حاجه ترجع لك انك انت ممكن تاخد السبيد المتوسط، السبيد مش عالي قوي، السبيد يعني مش لازم تروح مع الهاي سبيد. بس نصيحتي لو انت عندك اجهزه كتيره في البيت، يعني انا عندي حاجات مثلا اكس بوكس للالفن بيلعب عليه، وده طبعا محتاج نت.
لان هو بيلعب لايف مع هيز كازن مع اولاد عمه وكده. في عندك تلفزيون اللي هو اللي انا قلت عليه, مش عايز اقول الاسم تاني لان اليوتيوب ما بيحبش الكلمه دي. ف الحاجه السلفونات كلها سلفونات او السلفون بنلغي طبعا اول ما بندخل البيت بيبقى الواي فاي على طول, فهو بتستخدم التلفزيون الانترنت بتاع البيت. الكمبيوترات شغاله برضه على كده وهكذا. فانت محتاج الهاي سبيد, انا بالنسبه لي محتاج الهاي سبيد. لكن انت لو انت مثلا لوحدك في البيت او انت واسره بسيطه مثلا اتنين تلاته او ما عندكش كل الاجهزه دي, ممكن تاخد السبيد الاقل. يعني انت حاجه ترجع لك انت تشوف انت ايه المقدره بتاعتك انك انت تدفعه. انا عارف ان في بعض مش الولايات بتوفر يو بالنسبه ان يكون مثلا عندك اطفال مثلا انت بتاخد مثلا اعانه من الحكومه, بتوفر يو اللي هو البيسك انترنت. البيسك انترنت بس بيبقى سلو قوي وبيبقى لو قوي, وتدفع له مش عارف 20 30 دولار. ده اوبشن ليك لو انت عايز حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن توفر فيها. بس ده كانت حلقتي عن موضوع الانترنت وازاي توفر في النت عامه. شوف الاوبشنز اللي عندك, لان دي برضو الكلام ده ما بيتمشاش على كل الولايات, ما بيتمشاش كمان على كل حتى في الولايه نفسها السيتيز اللي في الولايه ما بتمشيش فيها نفس الموضوع. فانت شوف الاوبشنز اللي عندك وادرسها صح وشوف واحسبها. اخر كلمه هقولها, ممكن الحلقات بتاعه بادجت دي ما تفرقش مع ناس, يعني هو يعني ربنا يزيد ويبارك. يعني الناس اللي هي عندها هاي انكم ما بيهمهاش والحاجات دي ما بت يعني ما تتاثرش معاها. ليك المطلق الحريه انك تسمع الفيديو وانك ما تسمعهوش. بس المين تارجت بتاعي الناس اللي هم سواء جايين جداد او حتى ليهم مده هنا بس بيحاولوا يوفروا علشان يعملوا حاجات تانية بالفلوس دي. فدي المين تارجت. فانا هنا مش بقصد اي حد, انا هنا مش بقصد انك انت تبقى تقصو على نفسك, او مش ببص ناحيه انت هنا عايش في امريكا لازم اكيد معاك فلوس او مش معاكش فلوس. فانا لا بقول ده ولا بقول ده, انا بقول ما بقولش انك انت فقير قوي عشان تقص, ما بقولش انك غني قوي مالكش اهتمام بالموضوع ده. لكن انا هنا بحاول بقدر امكاني ان انا اخليك تعرف توفر وتعرف تحوش الفلوس اللي هتوفرها دي, وممكن تصرفها في حاجات تانية, تحوشها لاولادك للجامعات للجامعه عامه, يعني لو هم داخلين الجامعات او لسه هم صغيرين. في حاجات تانية كتير ان شاء الله في موضوع الجامعات دي هقول لكم عليها. هنتكلم عن حاجات تانية, يعني انا مش عايز مثلا اقول لكم, لان كذا مره قلت على حاجات الحلقات عايز اعملها وبعد كده ما بعملهاش. لكن باذن ربنا هستمر في مواضيع البادجت ودي هتبقى المين تارجت بتاعي, وان شاء الله هنعمل حلقه كنت من زمان عايز اعملها لهدف القناه والحاجات المواضيع اللي ممكن يعني تنتظروها مننا سواء انا او مريان. اكتر حاجه ممكن تستنوها مني انا اي مواضيع خاصه بالفلوس, وخصوصا اللي هو موضوع المساعدات من الحكومه والحاجات اللي زي كده, والتوفير وزي هي زي موضوع البادجت, وكمان ازاي تعرف تتعايش مع البلد. مواضيع مريم تبقى اكترها مواضيع للنقاش, مواضيع مثلا توبكس بيبقى مطروح وبتاخد وتدي معاها فيه, وكمان في مواضيع اللي هو مثلا التوفير او ازاي الشوبينج. وان شاء الله ربنا يدبر الامور كده لما يكون في اجازات بناخدكم برضو الاماكن اللي احنا بنروحها. ان شاء الله تستمتعوا بالحلقات اللي احنا بنحطها بنقدمها سواء انا او مريان في هاني ومريان في بلاد الامريكان. يا رب الحلقه تكون تعجبكم, يعني تنول اعجابكم, ويا رب لو في اقتراحات واي حاجه عندكم قولوها لنا في الكومنت. صدقوني احنا بنحاول بقدر امكاننا احنا نقرا كل الكومنتات وبقدر امكاننا بنحاول نرد على كل الناس. دمتم في صحه وسعاده وسلام وامان, وربنا يبعد عنكم كل شر, ويا رب يا رب تكونوا دايما في امان وسلام. ومن هنا اقول لكم سلام.